شنو كتقترحي علينا؟ عندي واحد المحيلشات عامرين صغار. نعم. عندي المقادير. العجين طحين نص كيلو ديال الطحين فورس حرش. ونص كيلو ديال الفورس رطب. وخميرة شوية رحلة حساب يعني. نعم. والملح. السنيدة. والماء دافي باش نجمعوا العجين. نعم. وعندي الحشوة مطيشة مشحرة كنحكوها ومشحروها وفلفلة مقطعة شرائح صغيرة. نعم. وحك ديال الطون ولا الكفتة ولا صدر ديال الدجاج. نعم. والزيتون، الزيتون بالعظم مقطع. ندوز الطريقة. تفضلي. كنعجنوا العجين ومن بعد ما كنخليوها تخمر شويه كنقطعوا كويرات صغيره بحال كنقطعوا مخامر وهداك الشيء. ما كنديروش ليها الزيت. لا بلا زيت حتى كنطلقوها بالدلاك كتجي شويه كبيره يعني كتلقى بالدلاك كتستعطر شي طحين كتلقى بالدلاك. من بعد ما كنشحر ديك المطيشه بغيتيتها كنشحروها كنديروا فيها شويه الملحه وشويه الزيت وشويه القرفه والتحميره. نعم. كنطلقوا كنبسطوه من فوق العجين. وكنديروا فلفله خضراء. نعم. فلفله ما كنطيبوها ما والو. لا غير نقطع شرائح صغيره. والطون ولا الكفته على حساب الاختيار. والزيتون مقطع. نعم. الكفته طيبه. لا خضراء كنديروها خضراء. كنقطعوا كنلويوها. كنلويوها على شكل يعني وكنقطعوها على شكل فقاس كتجي بحال المحينشه الصغيره. نعم. اذا هاد العجينه هادي كنخليوها ترتاح كنطلقوها غير بالدلاك بالطحين ماشي بالزيت. بالطحين لا بالطحين. كتجي بحال المخيمرات. بحال المخيمرات صغار. وخصنا نطلقوها مزيان حتى ترقاق. كتكون رقيقه باش في الطياب كتجي ساهله في الطياب ماشي كتاخذ لنا طياب بزاف. نعم. اذا كنلويوها كتلصقيها بشي حويجه لان مع الطحين راه يمكن ما تبغيش العجينه تلصق. لا كتلصق غير هكا كتلويها بحال كديري العجينه كتلصق غير هكا. اذا كنلويوها ونحطوا على جنب حتى نكملوا العجين كامل وعاد نبداو نقطعوا. كنبقاو نقطعوها كيما كنقطعوا الفقاس كنقطعوها بحال هكا كنديروها في اللاطه. كتقطع بسهوله ما كتعجن ما والو. لا ما كتعجن ما والو بسهوله كتقطع. كنديروها في الطاوة مدهونة بالزيت. صافي كندهنوها بالبيض. كندخلوها للفران. كتجي هكا داك الغولون فيه الالوان. كتجي فيه الالوان مطيشة والكفتة والزيتون وفلفلة. واخا حنا تعودنا يعني مطيشة ما كنعمروش بها لان كتطلق الماء. لا كتجي زوينة لا كتخليها تشحر في المقلة. كتجي مشحرة في المقلة ما كتطلقش الماء. كتعطينا اللون. في العجين ما كتطلقش. كتكون مشحرة أصلا تايتا مشحرة في المقلة. تتحيد الماء ديالها. تتحيد الماء ديالها. نعم. تبارك الله عليك سلوى. الله يبارك في أختي واحد التحية صغيرة عليك. نعم. كنحيي ماما السعدية اللي في الرماني وخوتي. كنحيي عدوزتي وراجلي وشيخي والعائلة ديال راجلي كاملة وهبة الصغيرة وشكرا.